اهلا بحضراتكم مره اخرى. الفقره الاخيره النهارده، انا عارف النهارده ارهقتكم، عالي متابعني من الاول، يعني لقطات كتيره بنعملها، بس ده يعني اعتقد ان دوت مناسب للتلفزيون، يعني يا ريتنا نقدر نعمل ده باستمرار، يبقى الايقاع سريع كده وبنقدم فيه اكتر من فقره. وخلي بالك احنا لا بنهاجم ولا بنبقى ضد، مش خوفا لا، بس لان احنا مش عايزين ده دلوقتي، احنا بنبني بنزق بنقول همة. من ضمن الهمة انك تحط ايدك على الامراض اللي في جسمك عشان خاطر تعالجها. احنا جسمنا فيه امراض كتير، فمن ضمن الحاجات انك تحط ايدك على المرض وتقول هنا في كذا، هنا في كذا، هنا في كذا، هنا في كذا، كويس. فاحنا بنعمل كده، بس بهدف ايه؟ بهدف تقديم نبقى همزة وصل بين الحياة واللي بيحصل وبين السادة المسؤولين. لا احنا ضد ولا احنا عايزين، احنا بنقول يا همة يا جدعان يلا بينا نشوف بلدنا محتاجة ايه ونعمله. محتاجة نظرة للفلاحين مهمة جدا، هنتابعها ان شاء الله اذا عشنا. وارجو من السادة المسؤولين ما ياخدوش المسألة بحساسية، يقول لك محمد برغش بيزعق وبيعمل، لا مش مسألة حقه، ده حقه طبعا، بس مسألة ان احنا الناس تعبانة، لازم نشوف في ايه ونشخص ونعمل كويس. رئيس الوزراء بيقول له بنشوف آلية، نستنى لما نشوف يشوف الآلية، توف وشوف. دي الفقرة بتاعتنا. شبرا بلولة، قرية الياسمين، يلا. دي قرية اسمها شبرا بلولة، طبعا تابعة لمركز وطور محافظة الغربية. القرية دي تعتبر أكبر قرية في المنطقة بحالها، فهي شجرة الياسمين دي. شجرة الياسمين دي يعني مهمة جدا في البلد. البلد هنا مشهورة ومعروفة بالنسبة لفرنسا هناك. المصانع هنا في يوز، مصانع هنا هم أول ما اتنشأوا من أيام الملك فاروق. قايمين على صناعة الياسمين. خلاف شجرة الياسمين هي الشجرة الرئيسية في البلد. أيام الفرنسيين ما كانوا هنا فبدأوا يزرعوها. الناس تزرعها واحدة في واحدة واحدة في واحدة لغاية ما عملوا مصانع، المصانع اشتغلت عليها وبدأت تطلع الشجرة. الأرض كلها هنا مزرعة ياسمين زي ما انت شايف، يمكن دي أكبر جراح في البلد بحاله مزروع ياسمين، وزيك زي جيرانك ما تعرفش إن انت تيجي تزرع أي حاجة تانية غير الياسمين. أنا في الله وعايش في الشغل هنا، زرعتنا كلها الياسمين، معتبرين علي يعني بمعنى صح. موسمها يعني من شهر 5 إلى شهر 12. بنبدأهم اللهم صلى على النبي، بنبدأهم هنا من شهر 6 نخلصه في 12، نفضلوا نجمع. الفجر تلاقي كله هنا يجمع الياسمين الفجر. يخلصوا مثلا الساعة 12 الساعة 11. هو احنا هنا كمصدر رزقنا هو الياسمين، الست شهور بتوع الياسمين. ومطورة من عيل صغير لحد راجل عنده 70 سنة 80 سنة بيجمع فيه. في ناس بتتفرج وفي ناس سابت وظايف عشان خاطر الشجره دي. مثلا لو انت بتجوز عيله دي انت بتسحب من المجمع اللي انت بتودله وبيساعد معاك في جهاز العيله. عطور على مستوى العالم، بلد العطور معروفه، ام الدهب المنطور دي عطور. أنا بشكر جدا زميلي اللي عمل التقرير ده، الحقيقة مش عارف مين اللي عمل التقرير ده، بس يعني الوشوش جميلة جدا زي الياسمين، يعني وشوش الفلاحين هناك. شوف الولد قمر، والست اللي كانت بتتكلم جميلة، والراجل اللي بيتكلم وشوشهم متفائلة وجميلة. على فكرة سألوا سيدنا عمر بن الخطاب تحب تشتغل ايه؟ قال له ما بيع عطر، لو بعت كسبت، لو ما بعتش تبقى ريحتي حلوة، يعني تبقى ريحتي حلوة. يعني الياسمين حاجة جميلة جدا جدا جدا، يعني نحب ان احنا نزود القرية دي. بص بانوا طبعا في الارض الزراعية عملوا مشاكل، مش مشكلة بقى ايه، نزرع بقى اكتر ونعمل. بيقولك القرية معروفة في فرنسا، ما هي دي الفكرة. اوعى تفتكر ان الطياره هي المشكله، انك انت تعمل طياره، لا مش ده، كويس انك تتقدم تكنولوجيا كويس، لكن ممكن تبقى انت بتعمل حاجه بسيطه زي ما قلنا عسلك الاسود كنز ذهب،
بس انت تهتم بيه. يعني الفكره بانك انت تبقى عندك حاجه زي ما كان احنا عندنا في مصر القطن المصري، يقول لك في اجدع حته في العالم القماشه دي او قطعه الملابس دي قطن مصري 100%. فين بقى وفين الزمن ده؟ معلش ان شاء الله بدم الارض موجوده والطينه موجوده والوجوه الحلوه دي موجوده والناس موجوده، يبقى نعمل تاني، نعمل تاني ان شاء الله.